جدع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. مبروك عطية يرد على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن الإسراء والمعراج. أول إجراء من النائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب الرسول ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد الغير راضيين عن إبراهيم عيسى. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. مبروك عطية يرد على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن الإسراء والمعراج. قرر النائب العام المصري حماد الصاوي فتح تحقيق بشأن بعض البلاغات المقدمة ضد الكاتب والصحفي المصري إبراهيم عيسى على خلفية تصريحات حديثة له متعلقة بالإسلام. ونشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على موقع فيسبوك بياناً مقتضباً للنائب العام ليلى السبت، أمر فيه باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى. وتطرق عيسى الذي يقدم برنامجاً بعنوان حديث القاهرة على أحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة في حلقة الجمعة إلى رحلة الإسراء والمعراج التي قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى والصعود إلى السماء والعودة إلى مكة في نفس الليلة، ويحتفل المسلمون بذكرها في 27 من شهر رجب حسب التقويم الإسلامي، وهو ما يوافق نهاية الشهر الجاري. من جانبه علق الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر على تصريحات عيسى قائلاً: إن إبراهيم عيسى مخطئ في إنكاره لمعجزة الإسراء والمعراج ولا بد أن يحاسب. وأضاف في بث مباشر له على صفحته الشخصية عبر فيسبوك الأحد أن رحلة الإسراء معجزة بنص من القرآن الكريم في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم. وتابع مبروك عطية: لماذا أنكر إبراهيم عيسى المعراج وغيره؟ لأنه أعمل عقله وهذا ما قاله الكفرة. مضيفا: الكفرة استغربوا والمسلمين كمان يستغربوا. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسري بي، وهذا يعني أن المعجزة ربانية. متابعا: لا نسمح ولا نسمع ولا نتأثر. وتابع: إعمال العقل يستخدم عند اختراع دواء أو آلة أو غير ذلك لمن في عموم القرآن الكريم كله. نقول: وكان الله على كل شيء مقتدرا. أول إجراء من النائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى. أمر النائب العام المصري المستشار حماد الصاوي باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى. وأشارت النيابة العامة في بيان إلى أنها ستعلن لاحقاً عما ستسفر عنه التحقيقات. إبراهيم عيسى وحتحوت وياسمين عز الأبرز، 6 إعلاميين في مرمى السوشيال ميديا والأعلى للإعلام. أثار عدد كبير من الإعلاميين المصريين أزمات مختلفة خلال الفترة الماضية بتصريحاتهم من خلال البرامج التي يقدمونها عبر شاشات التلفزيون أمام عدد كبير من الجمهور المتلقي، وهو ما تسبب في هجوم حاد عليهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كان لنقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام قرارات صارمة مع هؤلاء الإعلاميين، حيث أصدرت قرارات بوقف عدد من مقدمي هذه البرامج وتحويل الآخرين إلى التحقيق. أزمة الإعلامي إبراهيم عيسى. أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير عن الإسراء والمعراج في برنامج حديث القاهرة ليقدمه إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس فورا لاتخاذ الإجراء القانوني حول وجود مخالفة للأكواد العالمية التي أصدرها. وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.
وقال نقيب الإعلاميين طارق سعد في تصريحات للمصري اليوم إنه يتم حاليا تفريغ حلقة الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن ما أثير عن تحدثه حول حقيقة الإسراء والمعراج في برنامجه حديث القاهرة، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الأزمة، موضحا أن مسؤولية النقابة هي الإعلامي وليست القنوات الناقلة. مصطفى بكري يشن هجوما عنيفا على إبراهيم عيسى بسبب الإسراء والمعراج. تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حول ما أثاره الإعلامي إبراهيم عيسى حول ارتداء نساء الصعيد والتشكيك في الثوابت الدينية. وقال بكري في بيانه: دأب الإعلامي إبراهيم عيسى على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف في وجه وحرة، بالإضافة إلى التشكيك في ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين ونشر الأكاذيب والإدعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة في البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة. وأضاف متسائلا: أين دور الجهات الإعلامية المسؤولة ودورها في محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق القمعية والأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية؟ وتابع بكري: تجاوزات إبراهيم عيسى من حيث التشكيك في الإسراء والمعراج والإساءة لسيدنا عمر بن الخطاب وغيرها من الأكاذيب تهدف إلى ضرب القناعات والتشكيك في نصوص القرآن والسنة، وهي أمور لو تركت لأحدثت فتنة في البلاد. وقال: ما يبثه هذا الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي. برلماني مصري يرد على تصريحات إبراهيم عيسى حول لبس نساء الصعيد المايو. قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مصر البرلماني مصطفى بكري إن نساء الصعيد والأرياف أشرف من أن يتقول عليهن أحد، وأضاف في تدوينة الله على صفحته بموقع تويتر: عندما يتقول هذا الإعلامي عن أمهاتنا وجداتنا في الصعيد. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب تصريحات إبراهيم عيسى؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.